اجوا شباب اجوا شباب ابو العباس تقفش الى المقاومه وتتويجا لحبات عرق المقاتلين في ميادين العطاء ولا زالت مقاومتنا بكل فصل ان العمل العسكري والجهاد رفع كفاءه وقدره مقاتلي المقاومه وعلى قيادة الاحتلال أن تدرك بأن مجرد التفكير يعطيك العافية جميعا. المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية في ظل ما تمر به قضيتنا الفلسطينية بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. بيان عسكري مشترك صادر عن الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية يا جماهير شعبنا العظيم في القدس والضفة وغزة وفي كل بقاع الأرض، في ظل ما تمر به قضيتنا الفلسطينية ووطننا الحبيب من شماله إلى جنوبه، وفي ظل ما يعانيه شعبنا من ظلم وحصار واستيطان وعدوان، وفي الوقت الذي تتعرض فيه مقدساتنا إلى التهويد والتدنيس والعربدة الصهيونية، فإننا في فصائل المقاومة الفلسطينية لازلنا بفضل الله عز وجل على العهد لشهدائنا وأسرانا، ولم نتخلف عن عهدنا ووعدنا لشعبنا بمواصلة طريق المقاومة والجهاد والكفاح ببندقية طاهرة وبسلاح مجبول بدماء الشهداء وحبات عرق المقاتلين في ميادين العطاء، وبقرار موحد وعلى قلب رجل واحد. ولا زالت مقاومتنا بكل فصائلها وقواها هي صمام الأمان والضامن الحقيقي للحفاظ على قضيتنا وتحقيق أهداف شعبنا. يا أبناء شعبنا الصامد الحر، إن العمل العسكري والجهادي المشترك ليس جديدا على مقاتلي ومجاهدي ومناضلي شعبنا الأبي المرابط، فلطالما امتزجت دماء مقاتلينا ومجاهدينا واستشهاديين من كافة أطياف أبناء شعبنا في خندق المقاومة والقتال وساحات المعارك على امتداد خارطة الوطن في الضفة والقدس وفي قطاع غزة، وعلى طول سنوات صراع شعبنا مع هذا العدو المجرم والبغيض. وليس غريبا أن يقاتل المجاهدون والمناضلون من كافة فصائل شعبنا جنبا إلى جنب، بدءا من التدريب والتجهيز والإعداد، مرورا
بتنسيق كافة الجهود في إدارة الصراع مع العدو وصولاً إلى القتال المشترك في ميادين العز والكرامة. نقاتل معاً وننتصر معاً بحول الله وقوته. ومن هذا المنطلق وفي إطار تعزيز العمل المشترك والتعاون بين الأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة وتتويجاً لفترة من الإعداد والتدريب العسكري المشترك وتجسيداً لجهود المقاومة في رفع جهوزيتها القتالية بشكل دائم، فإننا في الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية نعلن وبعون الله تعالى عن انطلاق مناورات الركن الشديد التي ينفذها مقاتلون ومجاهدون من كافة الأجنحة العسكرية تحت قيادة الغرفة المشتركة، والتي تنفذ بالذخيرة الحية عبر سيناريوهات متعددة ومتنوعة على امتداد قطاع غزة من شماله إلى جنوبه، حيث تحاكي هذه المناورات تهديدات العدو المتوقعة وتهدف إلى رفع كفاءة وقدرة مقاتلي المقاومة للقتال في مختلف الظروف والأوقات. إن الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية إذ تعلن عن هذه المناورات الأولى من نوعها، فإنها تؤكد على ما يلي: أولاً، إن هذه المناورات الدفاعية هي تأكيد على جهوزية المقاومة للدفاع عن شعبنا في كل الأحوال وتحت كافة الظروف، وإن قيادة المقاومة جاهزة لخوض أي معركة للدفاع عن شعبنا وأرضنا، ولن نقبل بأن يتغول العدو على أهلنا، وإن سلاحنا حاضر وقرارنا موحد في خوض أي مواجهة تفرض على شعبنا في أي زمان ومكان بإذن الله تعالى. وعلى قيادة الاحتلال أن تدرك بأن مجرد التفكير في مغامرة ضد شعبنا ستواجه بكل قوة ووحدة، وستحمل الكثير من المفاجآت إن شاء الله. ثانياً، إن هذه المناورات المشتركة تعبر بوضوح عن القرار المشترك ووحدة الحال بين أجنحة فصائل المقاومة بكافة أطيافها، فسنوات طويلة من النضال والقتال ضد هذا العدو أنضجت تجربة فريدة للمقاومة وجعلتها تقف على أرض صلبة وتتكاتف في خندق واحد في الدفاع عن شعبنا ورسم قواعد قتالها واشتباكها مع العدو بشكل موحد بكل حكمة وقوة واقتدار. ثالثاً، إن المقاومة في حالة دائمة من التطور في أدواتها وتكتيكاتها وإدارتها للصراع، وإن العدو قبل الصديق يدرك بأن المقاومة اليوم وبفضل الله تعالى هي أقوى وأصلب وأكثر قدرة على مواجهته وردعه وإيلامه، وستبقى خنجراً في خاصرته وشوكة في حلقه حتى يأذن الله لها بالنصر والتحرير وتحقيق آمال شعبها بالحرية والعودة وتطهير المقدسات. وإن المقاومة لن تسمح للعدو بفرض قواعد اشتباك لا ترضاها، وستراكم على ما حققته من إنجازات على هذا الصعيد بأعلى مستوى من التنسيق والتكامل والوحدة الميدانية. رابعاً، إن رسالة مقاومتنا لكل العالم بأن كلمتنا ستظل هي الفصل بأيدينا وستبقى بقوة الله هي العليا،
ولن تغير اتفاقيات العار وحفلات التطبيع الخائبة شيئا على الأرض. فشعبنا المرابط ومقاومتنا المتأهبة اليقظة هي صمام الأمان وخط الدفاع الأول عن شعبها وأرضها المقدسة. وسيذهب المطبعون وأذناب الاحتلال إلى مزابل التاريخ، وتبقى مقاومتنا ويبقى كفاحنا ضد هذا المحتل المعتدي حتى كنسه من كل أرضنا بعون الله تعالى. وستظل قضية فلسطين هي قضية العرب والمسلمين وقضية كل أحرار العالم. ختاماً، التحية من فصائل المقاومة ومن قيادة الغرفة المشتركة إلى كافة أبناء شعبنا في كل أماكن تواجدهم على احتضانهم للمقاومة ووقوفهم سداً منيعاً في وجه كل المؤامرات. التحية إلى أرواح شهدائنا الأبرار الذين رووا هذه الأرض بالدم الطاهر الزكي. التحية للجرحى والمصابين. التحية للأسرى الأبطال الأحرار الذين هم عنوان الحرية والتضحية والكرامة. والله أكبر، والنصر لشعبنا ولمقاومتنا. عن إخوانكم الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية الثلاثاء الموافق 29 من ديسمبر لعام 2020. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. نبدأ بعون الله. عسكري شوي 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 يا عسكري كم سمع Thank you.